حياكم الله أحبتنا مشاهدي شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، شاشة العائلة العراقية. نلتقيكم اليوم على الخير والبركة والمحبة وحلقة جديدة من برنامج نسيم البوادي، برنامجنا وبرنامجكم الأسبوعي اللي يعنى بالشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين والمواهب الشابة. اليوم حلقتنا مميزة ومختلفة عن باقي الحلقات لأن شعراها شعراء مبدعين من أرض الموصل الحدباء، نينوى الخير، أرض الكرم والعزوبية. اليوم مسيرين علينا شعراء الموصل المبدعين، راح نتعرف عليهم، لكن قبل أن نتعرف عليهم خلونا نروح فاصل ومن بعدها راجعين وحياكم الله. حياكم الله أحبتنا المشاهدين الأكارم، رجعنا لكم من بعد الفاصل وضيوف حلقتنا لهذا اليوم شعراء الموصل المبدعين. حياك الله يا محمد العراقي ومليون هلا. تحيا أخوي أبو وطن، حياك الله يا كل الهلا. الله يسلمك، تحيا الله يحفظك. حياك الله يا محمد العوار. الله يحييك. حياك وبياك. حياك الله يا سيف عماد، يا كل الهلا. كل الهلا. الله يحفظك ويبارك بيك. شرفنا اليوم. حياك الله يا الحيالي. حياك الله. هلا وكل الهلا. يا مرحبا بيك. أحبتنا الأكارم، سمعت وتعرفت على شعرانا لهذا اليوم، والبداية راح تكون مع الشاعر المبدع والرائع محمد العراقي. حياك الله يا محمد مرة ثانية وهلا. حيا أخوي العزيز، يا مرحبا. شكرا لك، شكرا لقناة صلاح الدين على هالاستضافة، وشكرا لهذا الملقى والعزوبية. الله يعزك. إن شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم وظن السادة المشاهدين. مليون هلا. ويسلمك ويحفظك الغالي. الله يسلمك. الله يسلمك. محمد، بالبداية خلي نكون الحوار شوية ناري. سولف لي، أكو احتكار بالموصل للبرامج، للمهرجانات، للأماسي، شنو هذا الموضوع؟ أكو لغط كبير على هذا الموضوع بالموصل، أريد أسمع منك باعتبارك رئيس منتدى الموصل بالبدء. طبعا تحياتنا لكل جمعياتنا. نعم. والمنتديات الموجودة بمحافظة نينوى. نعم. إحنا من نقول الموصل نقول نينوى. أكيد. الماشي عندنا الموصل. أكيد. نينوى مدينة مبدعة. نعم. مدينة ثقافية تمتلك الكثير من المبدعين. نعم. في شتى المجالات، يعني مو فقط الشعر الشعبي. أما ما يخص الشعر الشعبي بمحافظة نينوى، فيوجد كثير من الشعراء المبدعين والمتميزين. نعم. بمحافظة نينوى، ولكن هناك أكو مسألة احتكار؟ مو بس مسألة احتكار. نعم. يعني مسألة أنه في كل جمعية أو في كل منتدى تلقى تكتلات، يعني يعني مو فقط أنه هاي الجمعية محتكرة عدد من الشعراء وفقط تعمل بهاي الشعراء، لا، أكو بنفس الجمعية أو ها يعني كل خمسة ستة مشكلين كتلة. حلو. زين. فهي هاي المشكلة. هذا يأثر سلبا على الشباب. طبعا احنا بالموصل احنا قلت لك انا المحافظة مدينة مبدعة. نعم. ولا المجالات. بس تفتقد الى القيادة الحقيقية. مع الأسف. وتفتقد الى التسويق الصحيح للشاعر. أها. يعني احنا اليوم نفتقد هذا الشيء. الموصل مليئة، تحديدا محافظة نينوى مليئة بالشعراء المبدعين، ولكن ما لهم تسويق صحيح. الله الله. احنا نفتقد لهذا التسويق. يعني. نعم. فقط. ايش نسمع منك بالبداية؟ من اختيارك انت، كلك على راسك. نقرا بيتين عتابة. بيتين عتابة. وبعدين ننتقل القصيدة. اي. يقول قلابي ومن جفاكم شال عينه. شال عينه. قلابي ومن جفاكم شال عينه
وكثير هموم منكم شال عينه. الله الله. وقت خلى المهتلف شال عينه وعلينا يدحج بطرف الهدار. الله الله يسلمك. وهلي من العين على راحه ويهلون. يهلون؟ كرام. ولو عدل مرهم يهلون. اي والله. هلي من العين على راحه يهلون. يهلون كرام. ولو عدل مرهم يهلون. ايه. هل بمزامط الدنيا يهلون. شوف تهاب من عدها العدة. الله الله. الله يسلمك. خلصت العمر باهات. اي خلصت العمر باهات. خلصت العمر باهات بين العالي والداني. الله الله يسلمك. خلصت العمر باهات بين العالي والداني. وادرس صوش مو بالناس انا ادرس صوش بياني. شي عشت العمر. ايه؟ العمر فدلون ما املك وجه ثاني. ويا الظالمني وين تروح من انساك وتنساني. ايه؟ عين بعين رب الكون هو اللي يجبر احزاني. وما ارجع بعد ثاني. ولا نزل ابد دمعه. هو بنادم بنادم من يموت ما ياخذ فقط وياه بس اعماله والسمعه. ويا قلب اركد يا قلب اركد. ايه؟ بعد لا تحن وعلى المايس ولا تعتب. الله الخانك الله. والمشوي عداك عليش تصبغه وتلمعه. أيوة. من نص القلب طلعه. أيوة. واحذر بالك ترجعه. هو الطيب هو الطيب جلكم الله. هو الطيب هالايام بعيون النجس سلعة. الله سلامتك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. رائعة. الله يحفظك. الله فيك يا طيب. تسلم تعيش. الله يحفظك. احبتنا الاكارم سمعنا هذه الابيات الرائعه من الشاعر المبدع والرائع محمد العراقي وهي انتقاله الى شاعرنا الشاب محمد العواد. حياك الله يا محمد ومليون هلا. حيا الله مبارك ابو وطن. هذا اول لقاء تلفزيوني ان شاء الله. اول ظهور ان شاء الله. انت مبدع ان شاء الله وتستاهل هذا. الله يسلمك. الله يسلمك. تستاهل عافية ابو وطن. سولف لي ديرتك بيها شعراء شباب مثلك ما ظاهرين موجودين. انت تعرف انت الاعلام ما نقول اعلام يعني ظلم كثيرين. نعم. بس من خلال يعني الجمعيات اللي جالسه تصير والمنتديات عندنا بصلاح الدين شويه ما جاء سلطون الضوء عليهم يعني ماكو انصاف للشباب. ماكو انصاف للشباب يعني متقيده بل شلون نقول بالروس الكبار المعروفين. المعروفين. طيب تقدر تذكر لنا اسماء من الشباب جيلك اللي كتبوا وياه اللي لا تعرف يعني اللي ما نعرفه اللي كتبوا وياه يعني طبعا صديقي واخوي الشاعر يونس عبد الرحمن. تحياتنا. اللي هو شقيقه العفو شقيقه الشاعر احمد عبد الرحمن ابو حليفه. نعمة حالك. طبعا كثير شباب هناك ومواهب شعريه. نعم. موجوده لنا. هذا اللي تذكرونه. هذا اللي تذكرونه. شو نسمع منك بالبدايه يا طيب؟ زياري. زياري طار مورث الدير هو هذا. ايه مال تشياب. هذا مال الشياب. ايه والله راهم. الله يسلمك. قلت بالزياري قلت يا حاف طين الوطن للشين شف شفنا. الله 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 عليك. يا حاف طين الوطن للشين شف شفنا شف شفنا ومن المآسي هبيل القوم شف شفنا. يا الله. ردنا نتنخب كبير القوم. ايه شف شفنا عنا ولا نرتدي صد بتوالي طرف. ايه هو حساف الوقت يغدر بهال الطرف. مع الأسف. الله يسلم. ما دام صيت الوطن يعلب أهال الطرف ما مش معزي صاح اليوم تشفشفنا. ما دام صيت الوطن يعلب أهال الطرف. ايه؟ ما مش معزي صاح اليوم تشفشفنا. وزيري يقول كنا ضواري وهل ديوان عزلنا. ايه كنا غواري وهل ديوان وهل ديوان عزلنا وبعجاف هن ملك قارون عازلنا. الله عليك. يا حيف مين الوقت يا حيف مين الوقت على الناس عازلنا وخلى الاراذل خلى الاراذل تسود افواج واقوامي. اي والله كانوا غزام علينا وصاروا اقوامي. إيه؟ ان كان غابوا اهالي العدل وقوامي غلجنا باب السعد يا حيف عزلنا. غلجنا باب السعد يا حيف عزلنا. الله 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 عليك ابو وطن. القصيد ايش قلت؟ القصيد طبعا هو قصيده اقول عتب على العراق يعني عتب ما عتب على العراق. فاقول باسمك اللهم نبدي هي. وعن دينك ما نحيد يلي باعث فينا رحمه وشاف علنا من بعيد خير مبعوث محمد واشرف الخلق اليسيد وابد هرجي ومبتغاي وهرجي مضمور بقصيد. الله الله. ابد هرجي ومبتغاي وهرجي مضمور بقصيد عن ارض مهد الحضاره ارض الامجاد الوحيد وعن على وعن بلد ارض السواد وعن اهل راي سديد صار بيد ابن الخسيس وصار بيد المحميد. حيش نقول بوجهه صار بيد ابن الخسيس وصار بيد المحميد واليتيم يصيح بابه وبالمقابر للنعيد. مع الاسف. اي والله. واليتيم يصيح بابه
هو بالمقابر للنعيد ايش كثر راح لنا ضحايا. اي والله ايش كثر راح لنا ضحايا. بلد مليون الشهيد واللي راحوا ومدري غابوا ومدري مسجون وفقيد. والغريب اليوم عدنا معذب ويضحك سعيد، واحنا هم خطار صرنا. احنا هم خطار صرنا وناكل فضال اليزيد، وصار يتفضل علينا المال وجود ولا يفيد. كان يسكن بالخيام وبيتهم وشعروا عميد، وكنا نسكن بالقصور لانهم كانوا عبيد. الله 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 عليك. كان يسكن بالخيام وبيتهم وشعروا عميد، وكنا نسكن بالقصور لانهم كانوا عبيد. وما يصح الا الصحيح، ما يصح الا الصحيح، ويرجع المجد التليد. والله صحيح. ويرجع اسمك يا عراق وللدول ترجع عقيد. واختم بهذا كلامي رحمتك رب المجيد، والصلاة ثم السلام على النبي الهادي الرشيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله عليك وبيك وبيك وبيك. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك يا طيب. أحبتنا الأكارم، سمعنا هذه الأبيات الرائعة والجميلة من الشاعر الشاب المبدع محمد عواد، قصيدة بحق العراق يستاهل الوطن العزيز، وهي انتقالة إلى شاعر شاب مبدع ورائع. أبياته وصلتنا إلى كركوك وإلى صلاح الدين وإلى كل محافظات العراق. الشاعر المبدع سيف عماد، حياك الله يا سيف. الله يسلمك ابو وطن. يا مليون الله يسلمك، ونشكركم على هذا الضيافة والأزوبية، وانتو هلها. الله محييكم. وشوفتكم وشوف صلاح الدين هذه كبيرة عندنا. الله يعزك. الله يسلمك. شرفينا ومنورينا. انت الشرف، انت الشرف. بالبداية سولف لي سيف عن دوركم انتو باعتبار مو جيل الجديد اخر جيل، تدعمون الشباب الجدد اللي صار لسنة وخمس. اكيد وطن، اكيد احنا بالموصل مثل ما ذكر اخوي الشاعر محمد العراقي. نعم. احنا حاليا منتدى سلام النينوى. منتدى سلام النينوى. نعم. بالموصل بي شباب وبي من الاجيال القادمه. صح. اللي عندهم خبره اكيد واحد يقدر يستند للاخ. عفنا هاي الشغله مال. نعم. الاحتكار هو احنا هاي نريد ندقق عليه. لا لا الحمد لله والشكر. اليوم اول نصيحه نبدي بها اذا كانت انا او غيرنا. نعم. فاترك هاي اللي راحت، يعني بوقت كان يجوز موجوده. نعم. من كانوا الشعراء قله، هسه ما شاء الله خير. هو الشاعر يترك بصمه بقصائده بابياته، الشعر يوصل. نعم. بيتك ما يحتاج تركز على الشباب او غيرهم، بيتك يوصل سواء. نعم. اعلام، احتكار، اي سواء شعرك يوصل. اذا كان شعر يوصل. نعم. يوصل، لازم يوصل. ما محتاج تتعكز. صح لو لا؟ فانت اشتغل على نفسك واترك هاي الامور كلها. أحسن. وان شاء الله ان شاء الله نصعد بصورة أحسن. نتبع القبلنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء كل التوفيق يا رب. شو نسمع منك بالبداية يا سيف؟ نسمعكم بيوت عتابة وقصيدة إن شاء الله. أي والله عتابة. إيه تقول: سعادة طولة كان وصفة جبل هم وجبل حمرين ما يلحق جبلهم. جبلهم هل يضحكون بس بيهم؟ إيه. جبلهم ظلام الليل ينخاهم ضوء. الله الله. وهل هل الما يطلب رجاهم رجل هم؟ رجل هم. سباعوا يطلب العائل. أيوة. رجلهم هل الما وقفت بفزعة؟ رجلهم مجبورة الليل من هدى وبكى. اي أيوة والله من حقها. مجبورة الليل من هدى وبكى. السلطان. الله يسلمك. مليون نعم. ما عليكم زود. الغيرة من تسكن بشر تقتل ضمير. الغيرة من تسكن بشر تقتل ضمير. وانت نايم ذمتك بظنونها. الله الله. لوعة الدنيا امل وي انتظار وروح من تناطر يذمونها. الله صحيح. والمصيبه اللي بيها ثانيه وتجيك تلقى واحد ثاني بين عيونك. الله. الحست بلحظه فرح بس مو معاك. ايه. لا تذب احلامك علمتونها. البيها كلهن كلهن بس فقط ما بيها مان من شردتك قاموا يبيعونها. الله الله. الليله ليلش ما شعلت لها ضواك، الورده وردش ما تغير لونها. اي والله. التسكن تقتل بروحك بشر تقدر تعيش، لا تقول لي شلون اعيش بدونها. الله الله. اللي طلعت كلمه بعشق مو من ضمير. اي. باكر بحسره كلمه شلونها. اللي عليها الناس تركض بيها صيت مو شرط بس الحكي ويردونها. الله الله. الدله مو بتبيت بس بت المضيف وما تدنق للشرد ماعونها. الله. الدله مو بتبيت بس بت المضيف. نعم. وما تدنق للشمر ماعونها. الكل فعال، الدنيا جابت لك مثال. صح. الشيخه فزعه ورادوا يجربونها، لبست الخاكيه كانت بالحلال وهسه كلهم قاموا يلبسونها. الله الله. الله يسلمك. الكل فعال، الدنيا جابت لك مثال. الشيخه فزعه. نعم. ورادوا يجربونها. ايه. لبست الخاكيه كانت بالحلال وهسه. ايه. كلهم قاموا يلبسونها. مع الاسف. العطاش تعيش اذا شافت سراب. ايه. الدمعه من تنزل ترى يشربون. والله صحيح. العشره مثل الناس اذا عندهم ضمير، الحلوه المسوده الكفر ينطر. الله الله. يا اللي حسبت الدنيا توقف علي روح. ايه. الدنيا دنيا الناس ما يوقفون. الله الله. كلمة الشارع فرق عن المضيف
وتقدر تميز ترى اللي يحجونها. شهقة الغرقان كان فاقد عزيز الجاب هاي الناس ويسمعونها. والله صحيح. بكلمة الشارع فرق عن المضيف. هي. وتقدر تميز ترى اللي يحجونها. شهقة الغرقان كان فاقد عزيز الجاب هاي الناس ويسمعونها. سدة حلوق البشر تستر عباد الحلقة ماسخ شهقته يشوفونها. الله. البتش ناس بناي مو قائد جيوش راعي بس الناس ما يفهمونه. إيه والله. سدة حلوق البشر تستر عباد الحلقة ماسخ شهقته يشوفونها. البتشناس بناي مو قائد جيوش نعم راعي بس الناس ما يفهمون السمعة مثل الجام بالك لا تطيح شمات المعزاز ما يلمونه والله ما المشى بدنيا ونشف له بصحر ريق مو نفس ذاك المشى بقانونه صح والكتب والما كتب نفس القياس ايش تكتب بقصة المسح مضمونة الله الله وسلامتكم الله الله يسلمك احسنت وابدعت الله يسلمك ذكرتني بموضوع العباء والمشيخة اللي كثرت للاسف بالوقت الاخير ايوه انت يعني تمتاز بهذا اي هذا الله يعزك الله يعزك الله يعزك ما عليكم زود الله يسلمك فيوم من الايام يقول بنات شيوخ اثنين تعاركن بيناتهم تمام زين فواحدة قالت لهم الله يجعلكم بالقحط الله يقلل رزقكم دعت. الله اندعت على الثانيه هذيك قالت لها الله يكثر شيوخكم اي طبعا كل واحده راحت عند ابوها سولفت السالفه لابوها تمام تمام فهذه قالت لابوها يابا رفيجتي قالت لي الله يجعلكم بالقحط وقلت الرزق والاخره هذه الاخرى قالت لابوها الشيخ قالت له بنت الشيخ الفلاني تكاوننا انا وياها وقالت لي الله يكثر شيوخكم قال يا ستار يا ستار اي والله خير يا ابو هي يعني اندعيت عليها انا اكثر من عندها قحط وقلت رزق قالها لا والله في انت الدار لما تكثر شيوخ والله صحيح وهجامه الديره بكثران الشيوخ فانا قلت بيت زهيري اي على موضوع الشيوخ فقلت في وقتها الشيوخ اخر وقت نسبه كبيره لفوا الشيوخ اخر وقت نسبه كبيره لفوا واي ديره بيها فرد كالبرق للهلفوا الحال والمال الشيوخ اللفوا لفوه وللخاطر الزاد لن مو عرب ودوني الصوت بوقتنا يا شيخ العفن ودوني ما عاد لي صبر من هنا ودوني حبل النذاله وعلى رقبه الشهم لفوه عفوا الله حبل النذاله وعلى رقبه الشهم لفوه صح الله احبتنا الاكارم سمعنا هذه الابيات الرائعه من شاعرنا المميز والرائع سيف عماد وهي انتقاله الى الشاعر الشاب محمد العواد أو محمد الحيالي حياك الله يا محمد الحيالي وكل الهلا حياك وبياك أبو وطن الله يسلمك ويحفظكم وشكرا لهاي الدعوة الجميلة والاستضافة الحلوة يا ألف هلا ونتمنى لكم التوفيق الله يعزك مشرفنا ومنورنا الله طبعا لين كلكم نور محمد فيصير مرات خطأ بالاسم ما شاء الله تمام. محمد العراقي ومحمد أكيد العواد أكيد. ومحمد الحيالي تمام فتصير مرات سهواً وانتم ان شاء الله كلكم واحد الله يحفظك الله يعزك ويوفقك يا طيب مكفر. اش نسمع منك بالبداية اولا نسمع للوطن للوطن يستاهل الوطن عتاب للوطن نعم اني ما املك شبر برض العراق الله الله اني ما املك شبر برض العراق حب صاير مجزرة وبيها ابتليت اي بالله الخريطة بصدري شايلها افتخار وفشلة شايل خارطة وما عندي بيت الله الله مرة سألوني على بيتي وما حكيت ايه اكتبت اسم العراق وأشريت مرة سألوني على بيتي وما حكيت ايه اكتبت اسم العراق وأشريت هذا بيتي هذا بيتي اللي ما سترني من الغريب الله وتالي لف الغربة وبغربة ارتميت الله أكبر يا وطن ما ريد حتى اعتب عليك اي والله يا وطن لو بيدي برضك ما اجيت اني ما مرتاح سمكه بنص شباك وحتى بنهار الوطن اني انشويت اي والله اني ما محسوب هسه على اللي يعيش اني بالجنسيه ما مره انقريت الله الله اني ما محسوب هسه على اللي يعيش اني بالجنسيه ما مره انقريت اني بعت الضحكه يمسوق الدموع وصرفت حقهن علي يا مربيت أيوة اني والراحه افترقنا بنص طريق أيوة وتيهت ناسي وبعدها تغربيت من فقدتك يا وطن أيوة ما ظل لي صوت وحتى اني عراقي ما ظل بيها صيت الله الله صابر على الدنيا ما عاتبها يوم خلت السيف برقبتي وما حكيت عوجة هاي الدنيا ما بيها اعتدال أيوة شبهتها بظهري يوم الحد بيت الله 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 عليك قصتي تعجز حتى تسمعها الاذان المنحكي واني حايط ما لقيت اي والله ومن وقعتوا بي دفعتني الجروح ما لقيت ان ظهري بالقاع انتجيت لا ارض
لا بيت لا أملك جواز، أنا ميت من قبل بس ما دريت. الله الله أنا ميت من قبل بس ما دريت. الله الله يا محمد سلامتكم. قصيدة رائعة. الله يسلمك. ترى كنا ربعك والمبدعين والفنانين بالعراق للأسف ماكو دعم لهم، يعني الأغلب تلقاهم حالتهم المادية متدهورة أكيد هاي الظروف كلنا العالمين تفتقر للمادة. نعم نسمع بعد منك يعني ألوان أخرى غير القصيدة إذا تكتب وإذا تحب قصيدة أخرى أنت شنو اللي نسمع يعجبك؟ زهيري. زهيري نتحد لجل الوطن وإحنا العلي عاصمة. أي خوف نختار سيف البقى والهسة ظل عاصمة. رجال هذا الوطن هو البدية عاصمة. مو خشبة شفت الوطن حتى أنت لك كاسرة. أيه. إذراعه والله انكسر كل من وقف كاسرة كاسرة. الليل ويا الفجر عراق ظل كاسرة. بغداد غير اشترى متلو قبد عاصمة. والله صح بغداد غير اشترى متلو قبد عاصمة. والله ما تلوق. أحسن تبارك الله بيك. تسلم وتعيش. الله يخليك. بارك الله بيك يا محمد. تسلم تسلم. أحبتنا الأكارم بعد ما سمعنا هذه الأبيات الرائعة والجميلة من شاعرنا المبدع والرائع محمد الحيالي. راح نروح فاصل قصير ومن بعدها راجعين وحياكم الله. حياكم الله أحبتنا المشاهدين، رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيوف حلقتنا المميزين والرائعين والعودة مع الشاعر المميز والرائع محمد العراقي. حياك الله مرة ثانية. هلا أبو طيبة. حي يا مليون هلا. الله يعزك أبو طيبة. سولف لي علاقتك أو علاقة شعراء الموصل بالمحافظات أو بشعراء المحافظات، يعني مثلا كركوك، صلاح الدين، بغداد، الفرات الأوسط، جنوب العراق. طبعا اكو تواصل. العلاقه التواصل هو موجود، ولكن نعم. تواصل وين؟ ايه؟ تواصل عبر المواقع. تواصل عبر مواقع التواصل. تواصل اجتماعي. نعم. تحديدا. ايه. اما كمهرجانات دعوات لقاءات لا هاي نفتقدها يعني. ليه شنو السبب؟ التقصير وين محمد؟ انا جاي ابحث عن السبب يعني. انا
تكلمت لايام انا وسيوفي يعني ايه. فكرت انه نسوي مهرجان تحديدا صح. خاص بالغربية بشعراء الغربية يعني حلو. يكون من كركوك من صلاح الدين نعم. ومن الانبار ايه حلو. يكون مهرجان يعني بنينمو برعاية منتدى سلام النينمو لان عاد والله انا اشهد لكم نشاطاتكم قوية ونشطين وفعالين يعني بالساحة هاي اللحمة يعني نعم. تحديدا والتواصل يعني جدا مطلوب لازم ضروري جدا مطلوب يكون اكو تواصل ويكون وهذا تسويق صحيح بصوره صحيحه انسجام يعني نعم. تحديدا انت اليوم من شاعر مو بس بمحافظتك نعم يعني تحديدا البيئتك كلها اي صح للغربيه نعم من وصلت الغربيه انت راح تكون عندك انطلاقه اخرى اكيد راح تكون انطلاقتك الى مناطق بغداد والفرات الاوسط ونعم والجنوب والجنوب يعني نعم فهاي يعني ما ادري يعني انا تحديدا الخلل وين ما ادري ما متشخص الخلل جاي ابحث عنه يعني اما كعمل كفكره عمل احنا يعني في بالنا فكره عمل جاي تشتغلون عليها مهرجان نعم. تحديدا عن قريب جدا راح يكون المهرجان مهرجان راح يكون بمحافظه نينوى تحديدا يعني احنا المهرجانات اللي نقيمها بنينوى نعم. اما تكون برعاية العراق الواحد الموحد ودعمنا ذاتي للعلم يعني أعرف هذا ولكن نعم. احنا المسمى العراق الواحد الموحد اما تحديدا برعاية الشعر الشعبي في محافظة نينوى حلو يعني هذا حلو حلو. المسميات اللي يقيم بها المهرجان هذا جيد ان شاء الله عن قريب يكون اكو مهرجان بمحافظة نينوى لشعراء الغربية إن شاء الله أتمنى لكم كل الخير والتوفيق يا رب يا حبيبي شو نسمع منك الله يعزك احنا خدام وأبواب البرنامج مفتوحة يعني هذه رسالة من خلالكم لكل شعرانا في نينوى وبكل المحافظات العراقية قناة صلاح الدين أبوابها مفتوحة وبرنامج نسيم البوادي أيضا أبوابها مفتوحة لكل مبدع الله يعزك يعني أنا ملاحظ تحديدا أنا ملاحظ البرامج الغربية تحديدا أنا ما أريد أسمي فلان برنامج أو فلان برنامج ولكن هي البرامج محتكرة موجود هذا الشيء نعم لا محتكرة لا موجودة وفعليا نعم يعني نعم فقط موجودة هو هذا سبب تراجعنا هذا سبب هذا ايه لأن إحنا اليوم ما نعتمد على الإبداع نعم نعتمد على العلاقات ومحسوبيات عندي علاقة اليوم أنا ويا حارث نعم أنا طلعت ويا حارث ربعي طلعوا ويا حارث ما عندي علاقة ويا حارث لا أنا ولا ربعي ما نطلع وهذا غلط كان عندنا نعم. إبداع نعم غلط هذا هو والدليل إنه الإنسان لازم يكون منصف يعني هسه إحنا أكو برامج بالغربية يعني إحنا كل شهر نشوف نفس الشاعر طالع غلط ماكو غلط ماكو غيره هو هذا دليل على المحسوبيات إحنا هذا الشيء ما نريده لو بالسنة يتكرر الشعر ممكن ممكن مو مشكله ممكن بس انت بس مو كل شهر كل شهرين صح طالع بنفس البرنامج اكو غيره يعني شباب تستحق هنا وتحديدا تحديدا هذا الجيل أيه. حالي هسه موجود بالموصل أيه. تحديدا جيل مبدع اذا قلت لنا يفور فور جيل نعم. مبدع نعم. يعني عندنا شعراء شباب يعني حرام يعني مظلوم ان شاء الله ابواب برنامجنا وقناتنا مفتوحه لكل مبدع ما تقصر الله يعزك نعم منك الله يحفظك ايش نسمع منك يا مبدع انا كان المفروض ان اقرا بالبدايه للعراق يعني نعم هو العراق اولا نعم. اذا قرات له بالاخير او نعم. بالبدايه هو بالقلب نعم. اولا هو اولا اي هو الحب الاول والاخير العراق انا مشكلتي ويا العراق اي فهي هواي خوش تثمر خير اها بس الخير مو لي ايوا هي هواي تثمر خير بس تثمر الخير خير بس الخير مو ليها السبب وين ايه؟ من شلعوا الجذور الله وشح ماي بسواجيها الله الله قاعي وصرت ما احبها الله ولا احب المشي عليها ايه؟ ولو محسين بيها يعيش شا ما ظل شبر بيها الله الله قاعي وصرت ما احبها ما احبها ولا حب المشي عليها الله الله ولو محسين بيها يعيش شا ما ظل شبر بيها اي والله وسافر اي بلد اي بلد وارتاح وبد ما اجيب طاريها بس حسين عشق الروح هاي ولها تاليها اي صح ولو محسين والعباس شا سلبه وخواجيها الله الله وحقا الله والي البيت اي والسلبه وتراشيها نردن حقها الا بيوم ها
ونطرت كل عميل وذيل الرادي يخدش الوجنات وينزل بواكيها حقها وناخذ مربع من عين الحراميها وذا علمة طلعت فجعون أوضح الفكرة والبيها يا عبلادي عز وخير صبح ومسية غنيها الشجرة الما تحمل ثمار لابد قصها للشجرة صح وهسه افتهم مني الجاي اريد ان توصل الفكرة حلو دمع للأرض مهدور دمع للأرض مهدور واخوي الطايح بحفرة واختش خلى بيها العوز وامي الماتت بحسرة وحق حسين والعباس وابوي اللي انكسر ظهره يوم العوز دق الباب ابد ما قامت الثورة الله اسمك موطنش كبرى اي والله وحق حسين والعباس وابوي اللي انكسر ظهره يوم العوز دق الباب ابد ما قامت الثوره الله اسمك موطنش كبرى اي والله جريمه مهتله في عبره السلب حق الشعب والله مو لازم نطق لجناح لازم بيدنا نطرق ورد طرق الموضوع اي بالله طرق واحكي الواقع الما نعم اشو اهل الترف والصيت ما شفناهم يموتون بس الموت للفقرة الله عشنا بهالوطن أسرع والله عالي ونزلوا بسعره الوطن فارس ولكن الناس ما نعرف يجونا منين نزلوا قيمته وقدره مع الأسف عندي حجاية للمسؤول ربطة أهل الجمهور اذكر بالقلم الله 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 يا محمد الله احسنت بارك الله فيك قصيده رائعه تسولف عن واقع حالنا اللي نعيشه اكيد احنا يعني الرحمه والخلود لشهداء العراق عامه يعني وشهداء ثوره تشرين خاصه يعني ضحوا دماءهم من اجل الوطن اكيد من اجل الوطن ومن اجل تغيير الواقع ولكن احنا لحد الان ما التمسنا تغيير من هذا التغيير يعني شيء نهائيا يعني لا ما يحسون شقد ما نضحي بدمائنا وبشبابنا مشكلة احنا مشكلتنا مشكلة يعني اي والله يعني 40 مليون نعم 40 مليون جاي يعيشون حالة فقر وعوز وجوع نعم ويعني جاي تشوف احنا شوارعنا ومناطقنا نعم افتكر الخدمات الأرملة ما حد ما دار لها بال احسنت اليتيم ابن الشهيد نعم ماديده ويقدم الشارع مع الاسف فهذا عيب اي نعم ومخزي بحقهم يعني وهذا عار هذا نعم رسمه عار على جباههم بارك الله فيك يا محمد اي والله الشاعر هو رساله وقضيه والشعر أكيد هو قضيه أكيد اصلا اكيد فبارك الله فيك لانك لسان حال قومك وشعبك اكيد احنا يعني الشهداء نعم الشهداء يعني تشوفه يعني طموحه اي وحلمه اللي كان طالع من أجله قبل أن يستشهد نعم طموحه فقط أنه يشوف شارع عدل نعم أنه يلقى له تعيين هو خريج يلقى له تعيين صح يعني طموحاته جدا بسيطة إيه ولكن هذا للأسف يعني للأسف ما يوجد بالعراق أنه نعم صحيح أنه أكو مراعاة للخريج وللناس الوضع تعبان والأرامل واليتامى أحسنت ف الرحمة والخلود لشهدائنا أحسنت بارك الله بك يا محمد تسلم وتعيش كما يقال الشاعر لسان حال قومه بارك الله بك يا طيب أحبتنا لكارم بعد ما سمعنا هذه الأبيات الرائعة والجميلة اللي تسولف عن واقع حال العراق المرير اللي يعيشه شعبنا الجريح واللي يعاني من الفقر والعوز وسولفنا عن الأيتام والشهداء وأبناء الشهداء راح ننتقل إلى شاعرنا الشاب المبدع والرائع محمد العواد حياك الله مرة ثانية يا محمد حيودوم وطن الله يحفظك حبيبي الله يسلمك حيا الله هنا بالشرقات جميعا الله يسلمك محمد شنو الألوان المفضلة عندك بالكتابة؟ يعني هسه احنا مثلا نقول احنا الموروث الشعبي مالنا ما الديره نعم. العتابه الزهير عتابه والزهير نعم احسن هذا الاغلبيه يكتبون يعني بالديره خلينا بمالاته هنا النايل الزهير العتابه شنو تختار لنا؟ عتابه نسمع عتابه يا دار البين حيطانش دوابيج يا دار البين حيطانش اي والله دوابيج عقب ما كان للعله دوابيج اي بالله هضيم ايش كثر راحولج اي بالله دوابك ولايد واصبحوا جو التراب الله 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 عليك وعلش لمن وقعنا مات عنه علش لمن وقعنا مات عنه وعلى عتبه دياري مات عنه اي والله رحل منا الشريك ومات عنه وعقب موت وفلالي حده الله 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 عليك
وأتابع طبعا على أمي الله يرحمها. الله يرحمها يجعل مثواها الجنة إن شاء الله. اللهم آمين يرحمها ويحفظ الأمهات العراقيات الأصيلات. الله يسلمك. أقول أمك كانت الخيمة وعلمنا. أمك كانت الخيمة وعلمنا. صفينا يتام ما ندري علامنا. إي بالله. أمك كانت الخيمة وعلمنا صفينا يتام ما ندري. علامنا. علامنا ليش بقزيج ونخمش علمنا. إي بالله. ليش بقزيج ونخمش علمنا حسافة وقهر دفنوها التراب. إي والله حسافة وقهر دفنوها. حسافة وقهر دفنوها التراب. الله الله. واحنا بكل وقايع فوج لنا فوج لنا احنا بكل وقايع فوج لنا لنا ولا برض الرذاي الفوج لنا ايه احنا بكل وقايع فوج لنا ولا برض الرذاي الفوج لنا غدر بينا وكتنا وفاج لنا النور واعلى جبنا نار الحشه الله 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 عليك نايل سولف لنا بالنايل سوالف عجايزنا الحلوه في العجايز اي والله سوالف الشياب اي بالله فاقول لفلج قالت تتن اردع لي جكبودي اها لفلج قالت تتن اردع لي جكبودي كل يوم شال ولف ذاب الترعودي اي والله ولفلج قالت تتن لفلج قالت تتن اردع لي جكلايه خوش ومن يوم شال الضعن ما ظل مشايه الله 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 عليكم ما كان ظن بعجل تجفون يا حبابي اي ما كان ظن بعجل تجفون يا حبابي من يوم ضعن الولف ما ضحكت نيابي اي والله ومريت دار الولف مريت دار الولف مهجوم حيطانك تال الاطلال البقن والبوم بغصانك الله 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 عليك ومريت دار الولف ما شفت الحيودي اي والله ما شفت الحيودي مريت دار الولف ما شفت الحيودي نار بدليلي سعرت عجت لي كبودي الله 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 عليك عتابة زهيري بعد نريد نسمع هذا موروث هنا موروث هنا وانت بعد ابن الشرقاط الله يسلمك يعني الزهيري والعتابة والنايل ذني اختصاصكم اختصاصنا نعم كتبت بيت حربي احنا عندنا ايه اللون حربي على سمو شوارب حربي هذا البيت يعني الضحايا راحوا بغداد يعني انفجار راح ببغداد ايه فقلت حربي على شقر الشوارب حربي حربي على اللي يستاهلوا لؤن الحربي ايه والله حربي عليهم والحزن بفادي الله الله حربي عليهم والحزن بفادي على هالضحايا راحت ببغدادي ايه والله شنها الجنيات بهالعمل شنها الجنيات بهالعمل يا عادي يوم الحشر نتلاقى عند السربي حربي على شقر الشوارب حربي. الله الله, الله بارك الله بك يا محمد تسلم وتعيش الله يسلمك رائع ومبدع الله هذه الوان اهمنا عجايزنا وشيابنا النايل الزهيري العتابة لازم نحتفظ به لازم إيه؟ حتى ما يندثر هذا الموروث ما يندثر هذا كل الالوان يعني نعم. الميامار كل الالوان بقيه نعم لازم نظل محافظين عليها ونكتبها نعم احسنت بارك الله بك تسلم وتعيش يا طيب احبتنا الاكارم بعد ما سمعنا النايل والعتابة والزهيري وحربي على سمر الشوارب حربي من الشاعر المبدع والرائع محمد العواد راح ننتقل مرة ثانية إلى شاعرنا المميز والرائع سيف عماد حياك الله يا سيف مرة ثانية ومليون هلا في كلمة هلا بوطن وما تعجزون الله يعزك ويبارك فيك الله يسلمك أنت شاعر مبدع وشاعر مهم من شعراء منتدى سلام النينوى وشعراء الموصل خلينا نقول الحمد لله سولف لي أبناء جيلك منو سيف أنا كنت مختفي من الإعلام أنا جيل التسعينات الله الله واي هسه على أستاذ محمد يعني والنعم والنعم الله يعني قصدي أيام ما بديت تكتب البدايات يعني منو كتب وياك تتذكر أحد كان يكتب بدينا إحنا من قريب عنك كنا بوقتها بالجمعية أنا أخوي الشاعر شاكر العراقي والنعم سلامنا عليك. وتحياتنا الشاكر أخونا وصديقنا أصدقائنا شان رماح الغانم نعم ألف تحية إليك عمر الشرابي حازم القيرواني نعم. كلهم شعراء كلهم أخوتنا ونعتز بهم يعني ومحمد العراقي والنعم والنعم نسمعكم قصيدة إي زهيري قبلها زهيري قلت لها دمعي نشف قالت لي جفنك هلة قلت لها دمعي نشف قالت لي جفنك هلة الله الله قلت لها بدري رحل قالت لي بدري هلا هلا قلت لها قلبه طفل قالت لي صيرا هلا قالت لي ريد الوعد قلت لها ما مش وعد ما مش وعد وقالت لي عدل العمر قلت لها ما عد وعد قالت لي عيد المضى قلت لها شذكر وعد قلت لها كل بلا قالت لي كل الهلا الله 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 يسلمك الله الله وشفت مره بحياتك حركه الحر شفت مرة بحياتك حركة الحر وانا شفت بلهيبك حركة الحر حر حركت البية صارت حركة الحر اذا روحي صرت قتلك بدي الله 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 يسلمك سلت روحي على روحي وجاوبتني بوف ايه على فنجان التعب ما تشتكي لدلة الله الله
ذبت فاس ينذب وجذوع الطيح لتكتل عرق بي بسوالف الذلة. اي والله ناعور المصايب يصعد يفر ليل. اي وقلب بالدفاتر والسهر يحلى. اي بالله جبت عمره خمر بس انت شوفه قديم. الله الله جبت عمره خمر بس انت شوفه قديم. جرف يعبر جرف يا يعني نشوة توصل له. اي والله بين وروج وانا بينهن مشعوف. اي نجداف انكسر والطيش يدله ذبت فاس ينذب وجذوع الطيق التكت العرق بيه بسوالف الذلة. صح ناعور المصايب يصعد يفر ليل وقلب بالدفاتر والسهر يحلى جبت عمره خمر بس انت شوفه قديم. جرف يعبر جرف يا نشوة توصل له ليل وروج وانا بينهن مشحوف. اي والله مجداف انكسر والطيش شيد اللي يطبقة باب ينطبق على شف خدران ما يحس بوجع بس حرقته تقل. الله الله يطبقة باب ينطبق على شف خدران ما يحس بالوجع بس حرقته تقل غفن بيه وغفيت ونومتهن زين. ايه ما حس بتفز من تفرغ السلة. الله الله وشلتهن صيف بحرورة بخت مشتاق. ايه صحرة بريج واحتاجيتكم بلة. الله يلخفيت جدمك وقت ما جافيت المعدل ثقيلة بعشرة الخلة. اي والله هو اشغال بيه وشملت نفراق هو اشغال بيه وشملت نفراق الحاويهن قبل بيامهن شله. ايه خمرت الدمع على لا تشوف الناس فشلت كان خلي يصير لك عله. مو بالله صفى حالي جبل جبل بس نزل حالك ماي. ايه رايد لزمتك بس قاعد تتعلم. الله الله غربيله وتحط بوجه شمس الصيف فراغ العفتبيه بيا بشر يمين. الله الله لزمن السوالف فاعلات الخير ذكرى وصورة غزرا والدمع كله. ايه سليت العمر حد ما جزيت السيف صعب قرابك على سيوفنا السلة. ايه الله الله البيهن مش الوحدة يعرفهن زين. ايه فرق عن اللي يطيح ويوقف بشلة. الله الله لسان اللي صرخ ما خلى حقه يضيع ما طخه بلسان اللي وقف عزل. الله الله والله يسلمكم. هو قصيدة بعد ايه نسمع قبل فترة شخص جاب طاري كلمة الله حيه. الله حيه ايه والله جابها بالموزي هنا شويه مثل الغاضني. ايه فقلت هو شاعر موقف ربينا ويا المضايف والدواوين. اي بالله ونشهد الله يسلمك ربينا ويا المضايف والدواوين واحدنا يتنومس باسمه خيو. الحسب فنجانهن مميه خلوه صعب يعرف كلمة الله حيه. الله الله الحسب فنجانهن مميه خلوه صعب يعرف كلمة الله حيه. تعالوا خل علمك على الدواوين تعال وتاريخ السفاهه البيك طبقه. ايه تعالوا خل نصحك لا تصل غاده ويا بابل منك اكبر لا تدقه. يا هل اكبر طموحك بالتصاوير اذا شيبون تقلب ما تلحقه. الله الله يا هل اكبر طموحك بالتصاوير اذا شيبون تقلب ما تلحقه ترى اللي يحكي عدل مقعده بالعين. صح واللي بحكي يدوس ندوس حلقه. الله الله ضيف اللي يمر ضيف اللي يمر ضيف اللي يمر تقراه لوجوه وكلمة الزين عند الزين تلقى إذا ماكو زلم ملقاها ينقال كلمة الله حي يصير ملقى. الله الله المضايف كان سواتر حقك تخاف. المضايف كان سواتر حقك تخاف مقابل الزلم لحجاية تفقى. المضيف الزين يتنومس بالعلوق صعب تطلع الكلمة بدون شقة. ولأن طبع المضيف يحق الصغار واللي يطب بشرف ينطيح حقه. الله الله واللي يطب بشرف الله يا سيد رائع والله. الله يسلمك والله موقف حقيقي. الله يسلمك الله يسلمك صدق يعني رد بمكانه. اي ما مو احنا سوالف اهلنا ما نقبل. نعم هذه لله حي وما تقبل اشياب اكيد شلون واحنا ان شاء الله مستمرين على امام بطن نعلمها الولد ولدنا الحمد لله والشكر. يعني هذا اصاله هي بعد الله حي يدل على الاصاله على الكرم على الشجاعه على الاخويه. هسه مو بس تختار على مود هاي تختار نعم. من انت ربيت على شيء ومن تكبر تنكره. اي نعم انت احنا رابين على هذا الشيء. صح واكو ناس رابي على هذا الشيء بس احنا هاي مفردات الاصاله حال نتحسس من واحد يتقرب عليها ويسيء لها. هذني هن ان احنا جالنا هسه من تجي يقول لك الله حي. صح على انا قبل فتره يمكن شفت الرد مال عرب شول ليش اساء. الله يعزك الله يعزك شهاده. فلازم الرد على الإساءات أكيد أكيد لكن إحنا نرد بإحسان طبعاً ما نرد بإساءة. صح 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 نرد بشيء طيب إن شاء الله. بارك الله بك يا سيف تسلم وتعيش. أنت الخير والله قصيدة رائعة. الله يحفظك يا حبيبي. أحبتنا الأكارم بعد ما سمعنا هذا الموقف الرائع والقصيدة الرائعة من شاعرنا المبدع سيف عماد راح ننتقل إلى شاعرنا الشاب الرائع والمبدع محمد الحيالي. حياك الله يا الحيالي مرة ثانية. حياك الله أستاذ. الله يحفظك. الله يحفظك. حياك الله يا حبيبي. سوالف لي محمد عن أبناء جيلك مظلومين بالإعلام. أنت في أي سنة بديت تكتب؟ أنا بديت أكتب بال 2010. 2010 يعني تقريبا عمرك الشعري 11 سنة صح؟ 2010 نعم 2010 يعني 15 سنة. 15 سنة جيد 15 سنة نعم. وانتميت لجمعية الأدباء بال 2012 2012 إيه يعني الفعلية بدأت نعم. بال 2012
ومن بعدها مشينا بهذا المسير يعني. حلو. وانتقلت يعني عفت الأدباء ب 2017 بال 17 عفت ال جمعية الأدباء الشعبية. 2019 فتحنا منتدى. نعم. هو الأستاذ يعني فتحه محمد العراقي. نعم من أبو طيبة أخونا. وإحنا انتمينا. الله يحفظكم. انتمينا وياه. نعم. أبناء جيلك منو كتب وياك؟ منو تشوفه مظلوم ما جاي يطلع بالإعلام؟ والله ما أعرف. اذكرنا يعني حتى يعني تكون أنت يعني خلينا. أنا هاي الفترة مبتعد. حلقة وصل بيننا وبينه. أنا هاي الفترة مبتعد. نعم. عن الساحة كلها. يعني برأيك ماكو شعراء شباب أنت تعرفهم؟ أكيد أكيد مظلومين. يستحقون. أكيد. اذكرنا ثلاث أربع أسماء من عندهم حتى تكون أنت حلقة وصل بيننا وبينهم. والله ما أقدر أذكر لك أي اسم. أه. أي والله. خاف من الإحراج؟ أي أكيد. نعم. أكيد. نسمع من إبداعك. نقرأ لك إلى القائد الشجاع. نعم. في الدولة المحمدية. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. عليه السلام رضي الله عنه وكرم الله وجهه. أبو الحسنين وصفك حير الناس. أبو الحسنين وصفك حير الناس. أيوة. معذورين أنت وصافك أوصاف. تعب حتى القلم قد ما بك عليك. إيه. بس فهمني أنت شلون تنشاف. الله الله. عذرا يا علي ما سولف عليك. إيه. أكتب وارجف ويتخربط الساف. حقك والله. ما خايف أنا من الراح يزعلون. نعم. بس تزعل علي شلون ما خاف. جبت أسماء كومة بنهر الأخيار. إيه. اسمك أول البياناتهم طاف. اللي يعرف حضرتك أنت ميزان. أي. واللي يعوفك صدق صدقني ينعاف. أي بالله. مثلك ما شفت. مثلك ما شفت يلطولك جبال. قصير وكلها توصل لك للإجتاف. الله الله. مثلك ما شفت يلطولك جبال. قصير وكلها توصل لك للإجتاف. الله. باسمك هالشعب متوحد اليوم. وسنة وشيعة ما نحتاج عراف. الله الله. مسلم بالهوية وعيب الأسماء. اي والله. احنا سلام ما تربطنا الأوقاف. مسلم بالهوية وعيب الأسماء. مسلم بالهوية وعيب الأسماء. ايه. احنا سلام ما تربطنا الأوقاف. نعم. محمد احنا عدنا وعدنا قرآن. نعم. ويشهد ديننا وتشهد للأسلاف. الله الله. عمر ماخذ بنت حيدر تعرفون. عمر ماخذ بنت حيدر, بنت حيدر تعرفون. يعني الإيد حيدر صار مجذاف. الله الله. الحب بعد بينا وما خلص يوم. نحن لعراقنا الحب لسه ما جاف. اي بالله. أنا عيب أحكي بيها الطائفيات. صح. وراح أنصح وسولف للي ملتاف. ايه. من 2003 الجرح صار. ايه. وإذا ظلينا راح تموت الآلاف. اي والله. من 2003 الجرح صار. وإذا ظلينا. وإذا ظلينا راح تموت الآلاف. واحد صير ولا تشمتون الاعداء. الوطن محتاج بنا وموش نداف. الله الله. ونخيت ابن الغيوره وابن العراق. ايه. مريض عراقنا ومحتاج الاسعاف. الله الله. مريض عراقنا ومحتاج الاسعاف. احسنت يا محمد. احسن الله. بعد يعني. نسمع قصيده وجدانيه غزل غير هذا اللون الحزين. نسمع وجداني. كلك وطني. والوطن يستاهل لكن الغزل والوجدان هم ايضا لازم نمطي حقه. اكيد اكيد. ايه. والجمهور يستاهل تسمع أبياتك. نعم. الرائعة. الله يسلمك. الله يحفظك. ظلمتوني بحكيكم يلي كنتوا عزاز. ظلمتوني بحكيكم يلي كنتوا عزاز. ظلمتوني بحكيكم يلي كنتوا عزاز. نعم. حرامات على وقت الضاع بجفاكم. كنت حاسبكم أهلي وخانني التعبير. أثاريكم نهر للغربة مجراكم. مع الأسف. أدور عنكم بكل خطوة فوق القاع. على كل ذكرى دور خاطر ألقاكم. الله الله. نسيتوني بسوالف وانتوا اللي تقولون سوالف هاي مال بيوم ننساكم. الله. أقلب بالصور وارجع مثل تاريخ وأقول أن يا درب عن دربي وداكم. أي والله. على ذاك الدرب منسية كوم أيام سوالفنا وحكينا البيع شقناكم. الله الله. سوالفنا وحكينا البيع شقناكم. بارك الله بيك يا محمد. تسلم وتعيش. الله يحفظك. قصائد رائعة وأبيات رائعة تمثل الشعر الشعبي بالموصل. الله يحفظك. أحسنت واجد. شهادة والله. الله يحفظك يا حبيبي. أشكرك أستاذ. أحبتنا الأكارم بعد ما سمعنا هذه الأبيات الرائعة والجميلة من شاعرنا الشاب الرائع والمبدع محمد الحيالي. للأسف يبلغني مخرج البرنامج أنه داهمنا الوقت ووصلنا إلى ختام حلقتنا، لكن قبل الختام نكرر ونعيد ونوجه رسالة إلى كل المبدعين وكل الشعراء الرائعين اللي يجدون بنفسهم أحقية الظهور على البرامج والإعلام وعلى شاشات التلفاز
أبواب برنامج نسيم البوادي وقناة صلاح الدين الفضائية مفتوحة أمام كل مبدع وكل شاعر يجد بنفسه الاستحقاق للظهور على شاشة التلفاز. بالختام لا يسعني إلا أن أقول لكم تقبلوا تحيات كادر العمل، وأنا محدثكم حارث الياسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.